اللهم ترى سيرة ومسلمك كل الله. بسم الله عليك يبا، والله يا سالم هني البارح ما رحت من رجولي، اللهم ترى باس يبا، الله يعافي لي اسبوع ورجلي وظهري من ذا المناقز يبا في الزواجات، وانت كل ما حنا نجلس اذكر الله يا رجال، اذكر الله يبا ما شاء الله ما سكني عين الا انت يا سالم. بسم الله عليك يبا، الله يعافي. انا ولي كم فتره بسم الله عليك يبا، ما ادري مرتين يقولون ابهر، مرتين يقولون عرق انسى، انسى ما يجي منهم الا كل خير. اشهد بالله يبا، اجلس اجلس. انا عاد بعد اسبوع فيه زواج ودنا نحضره، بس كيف نلعب؟ انك شايل هم الزواج؟ اي والله والله يا يبا احنا ما تعبك، هذا الزواجات وذا النقيز في الزواجات، المكيفات لعبت فينا. المكيفات لا والله ما ترى باس يبا، لكن ظهري ورجلي وقدام الجماعة حاول اني يعني اني وانت يا بلفئت ما فيك شيء، وانت يا بلفئت ما فيك شيء، وانا تعبان وما ادري هو اروح اكوي ولا هي لها علاج يبا. انا اعرف لي محل. محل ايش؟ محل اسمها قدامي. محل كذا يبا كذا يمسج اقدامك ويمسج اظهرك ينفع، ويمسج كل شيء وينفع باذن الله. باذن الله يبا. يا ابن الحلال ما ادري كانوا يقولون، انا رحت وكويت واخذت علاجات واجد ما نفعت ما نفعت. جرب يبا جرب، والعرس انا موعدهم اني بلعب فيه وبستانس. لا لا بتلعب باذن الله باذن الله يبا، ودي نرجع معه بعد. يا ولد تركي وينه؟ تركي ابشر اخوي. اي تركي وين تركي تركي؟ خلنا خلنا ابوي يبيك، سرعه سرعه تعال سرعه. والله يا ابوي انا ذا اللي فيك من ذا المربوش، والله اني الاحقه. الله يصلحه. تعال تعال ابوي ارحب. الله يصلحه الله يصلحه. انتبه انتبه يا رجل، ايش على ابوي؟ والله ما ذبح الغريب. والله ما كسرك يا ابوي الا العلاج اني ظاهر. هذا هذا العلاج، هذا هو العلاج. اظلم كبير. حب على راس ابوي، حب على راس ابونا. خلاص حب على راس ابونا. علمني وش فيك؟ والله يبا انا اعرف اللي فيك من ذا المربوش. فيني انك مشغلني وتطب علي وانا منك يا ابوي يومين عنك. حول ولا قوة. ايش فيك ايش فيك؟ ارجولي ارجولي. قوم كل وزني ثقيل. وظهري ثقيل. انت كلها منك كلها منك. السمنه عافيه اسكت بس. يبا جالك تبي بشاره؟ تبي بشاره؟ الله يبشرك. ما دريت؟ وش؟ قل انك ما دريت. ما دريت؟ ما دريت. انت جاي تركض لها. قل ضبطني. قل ضبطني. ضبطني خويك خويك. دقيقه خويك. خلها. قل ضبطني. تدري ان فتحوا عندنا في القريه إيه؟ اقدامي توني اللي اقول توني اللي اقول. تدري انه مفتحوا عندنا في القريه اليوم؟ ما ادري انا شنو عندنا. والله انا تقوله. تدري بحاجه؟ ها مختصين بكل شيء، يعرفون بالاقدام ويدلكون الاقدام ويضبطونها تضبط. انا رجولي وظهري ظهري شاب في هاي هاي هاي. مشان 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 يا ابوي مشان يوجهك. يلا 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 تبون نروح على بوك ولا قريب؟ لا لا قريب قريب من سالفه الطريق. قريب 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 احنا عندهم قريب يا ابوي على بركه الله. ما عليه رجليك توجعك والله ان شاء الله يا ابوي. ابشر بالسعه. منك 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 يا ترى. ما عليه ما عليه منك كلهم. دخلك ترضى علي ذا الحين. الله يرضى عليك والله ما نبي لك الا الصلاح. ابشر ابشر على خشمي. لكن ظنكم ظنكم فيه علاج؟ لا 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 علاج يبا. بيضبطونك والله ان شاء الله. شفت لا منهم سووا لك التدليك وذا لانك طلوق حصان. روح الجماعة الجماعة العرس العرس الجاي منه. تعال من هنا تعال من هنا. لا اله الا الله. شوف دقيقة خلني اجرب بلعب. شوف بسم الله عليك يبا. لا والله رجوع. شوف بسم الله عليك. عنهم هذولي ابشر كيف تحوا. هذا هو يبا ان شاء الله انهم حل مبروك. سم بالله وخلنا بسم الله. هلا 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 يا وليدي يا مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. شلونك؟ هلا هلا. اسكت انت ويا ابوك لا حرج. تفضل تفضل يبا. هلا 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 عمي. هلا 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 مرحبا. البقاء ما ترى باس. ما يجيك الباس. لا ما عليه. طيب العصا ما يبلك. الله يعافيك. لكن والله بيني وبينك انا رجولي ذابحتني وظهري ومرتين يقولون ابهر ومرتين يقولون عرق النساء والنساء ما يجي منهم الا خير. ايه ما يجي منهم الا خير. مو مني مو مني مو مني. ما تقدر تقول غير ذلك. ما اكيد اكيد شقائق الرجال. انا شقائق الرجال. ودك ابوي تعطيني عصرتها. مرحبا مليون. الله يبقى. انت في مركز اقدامي. هذا يا عم المركز الاول في المملكه. ما شاء الله. اي المختص في تدريك الرفلكسولوجي. تعرف الرفلكسولوجي؟ وش هذا مطعم؟ مو مطعم. وش تعال 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 اعطي عصاك بس اعطي عصاك. طيب نزل نزل ما تحتاج. انا مطلوب طلبه. سلمت. في عرس ودي احضره. عرس النساء عرس النساء. عرس عرس ودي العب فيه ولا اقدر. والله بس سعد على خشمي بعد ما تطلع من هنا باذن الله انت العب هنا. جعلك تسلم. تم.
بيني وبينك عهد ووعد اجلس. كفو مرحبا ملايين. كفو انا كالبك يا انك بالضبط الرجال يبغى يلعب ولا تعبان يبغى يلعب على ذا الخشب. ولد روح خلاص انا مع الرجال. ازهل وصل خير ابونا تعبان جدا بيض الله يصلح فيهم ربشه. يلا حي سريح الله يسلمك. سريح امورك بتطلع هذا الحين كلها. تعلق تسلم. هلا والله والله انها الصدفه المبروكه. الله يبارك انا حتى كذا واحد يعلمني عنكم. سلمت والله انكم يمدحكم. واحد مع العيال عطني اياها. خذ راحتك مره. سالم الله يجزاه خير بس لو تفتك من الربشه انت وتركي. ها لا ما عليك حتى علاجهم عندنا امورك طيبه. لا هذا يلا حي. في شيء ايش عندك تجود فيه؟ ايش اللي تشتكي منه؟ انا عندي الظهر. اسلم. وعندي سلمك الله رجولي والله ان احيانا تنابض. ايوه تفلشر. ولا اكثر. حتى الصلاه. كم عمرك يا والد؟ كم عمرك؟ صغير. لا اله الا الله. في شيء مجود راسي بغاء يطلق. صغير يا عم البياض ذا ما شاء الله تبارك الله اقوم من النجفه. لا 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 في شيء يضرب حدري. لا لا ما عليه مع الامور طيبه. لا اله الا الله. خلني اسولف لك عن عطنا وباذن الله باذن الله انت تقوم من هنا وتدعي لي. ما شاء الله هو من بدايته والله انه الامور طيبه جدا جدا. هذا اسمه تدليك الرفلكسولوجي. اسلم. ايش هو الرفلكسولوجي؟ وش هو؟ هذا تدليك النهايات العصبيه. ايه ايش هي النهايات العصبيه؟ وش النهايات العصبيه؟ هذه اللي في باطن القدم اللي هي خريطه الجسم كله تجتمع في باطن القدم. سبحان الله. حلو. ايه الان المدلك بيضغط على كل نقطه عصبيه مرتبطه باي عضو بعضاء الجسم. يعني في الاقدام فيها كل شيء على الجسم. الاقدام سبحان الله. لذلك عندنا مقوله حلوه جميله توصف هذا الشيء كله. راحه الاجسام تبدا من الاقدام. فعلا سبحان الله. بتشوف بعد شوي شوفت عينك باذن الله. ابى اخليك تاخذ راحتك مع المدلك. ها خذ راحتك. الله يعافيك. وصايح وترى الضغط ها فيه شوي لانه بيضغط على النهايات العصبيه زي ما قلت لك. لا لا ان شاء الله ينشط لك الدوره الدمويه. ينشط لك الجهاز العصبي. يفك لك ها العقد العضليه اللي عندك. والعمر ما شاء الله تبارك الله. دامها علاج تعقدت تعقدت ان كان وجع نصبر ان كان علاج. ها قدر ابو سالم احنا بداك تلعب في العرس ان شاء الله باذن الله. على رجل واحده. اسال الله يبا. ودي انشدك. اسلم. لكم فروع؟ عندنا سبع فروع ما شاء الله. الله يكثركم. يا رب. هالفعل الطيب شفت ذا يا عم. شفت ذا اللي تسويه؟ والله اني اشوفها احتياج لكل فئه من فئات المجتمع. الرجال والنساء الكبار والصغار اللي يشتغل يا طويل العمر في المكاتب يجيهم على مسفل الظهر اعلى الظهر وفي الرقبه. اللي يشتغلون العسكر الله يحفظهم يقويهم يا رب يخليهم لنا. اقدامهم يعني مو الكبار بس مو عندنا الكبار الكل حتى الصغار. لا اله إيه هنا إيه. كلنا نشتكي مو بس لا رجلي بس بدينا. تبي الصدق تقول الدم بدا يمشي. لا اله هذه بدايتها. توك في البدايه. صل على محمد. لا اله. خذ راحتك. حلو. انا بروح كمل جلستك وبرجع وباخذ رايك. هذا دكتور رجل واحده ما شاء الله برا. ها تلعب على رجل واحده. الله يجزاك خير. يلا الله يعافيك. عهد ووعد. الله يعافيك. على القوة. راجع. لا اله. ها لا تشغلون ابوك. شيل قدام. لا اصبر. لا ابوي عندكم. لا الله ياخذ راحتك. والله انه ممتاز يا صديق. السلام عليكم. هذا كولن. لا تبعدون. قريبين. لا تبعدون. لا اله. هذا كولن. لا ها كولن. والله القانون فيني. القانون من هنا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ايش قلت له؟ ايش قلت له؟ يقول حتى القيلوم. لا اله. كيف القيلوم معك؟ والله هذا بدا يتحرك. كولون. لا زعل. ايه ما هي هذا هو. زعل. صل على محمد. الله يعافيك. في مايدة. يا ولد تراك يوجع شوي. اي انه يوجع. لكن من اصنع. شوف. لا تكابر. لا تكابر. يا صديق. لا اله الا الله. في مغسله شغاله. لا اله الا الله. هذا لا تشيل هم. والله تقول هذا. شفت هذول كلا كلا اي كلا كلا. والله انك يلا دامها علاج. هذا مضروب كله. لا اله الا الله. شوف شغلك. شوف ذا يا عم. هذول ترى مختصين. هذول كلهم شهادات وخبرات لا تقل عن 15 20 سنه. ما شاء الله. انا والله ما ودي اسولف معك وانت جالس تتالم. سولف. من يقول اتالم؟ شد نفسك. الله يعزك. لا اله الا الله. لا بسم الله عليك. بس ما شاء الله.
ترى اللي يصير الان شيئين ينشط لك الدوره الدمويه من باطن القدم حلو اسلم ويحفز لك الجهاز العصبي لا ولو عندك لا سمح الله مشكله في مكان معين بينشط ويحفز الجهاز العصبي في هذه النقطه من 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 باطن القدم من هالقدام طبعا لو عندك ابهر ولا زي كذا اكيد ما راح يجي من باطن القدم لا بيضطر يسوي لك مساج في الظهر وتدريك ونفس الفكره شده شوي عاليه حلو رجلي شوي خليه خليه يخف لا 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 لو يخف ما جينا شلونك يبا يا مو اكيد لا يدري انا بسيطه انا صاطي صاطي كل مو هذا والله لكن متانه هذا ايش بول متانه لا لا كل شيء هذا اللي يحبس هذا اللي يحبس اذا جاك على طول على يلا يبا احنا نستناك برا احنا برا احنا برا يبا مع السلامه يبا يبا لا اله الا الله خلفك خير لا اله خلفك خير والله هذا دهر دهر الله اله هذا يذكرني باللي يقولون عنه في الصين شوف الرفلكسولوجي هذا اساسا علم صيني حلو اسلم راح للهند ثم راح لاندونيسيا واحترفوا فيه الاندونيسيين ذلك مركز اقدامي جميع مدلكينه ومدلكاته اندونيسيين واندونيسيات كلهم حلو والمركز يجيبهم من اندونيسيا بنفسه يجيبهم مدارسهم مدارس الرفلكسولوجي يعني ما عاد يحتاج اللي اول احنا على وقتنا قبل 30 سنه اسلم يروحون شرق اسيا يسوون العلاج هذا العلاج لا, لا 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 مركز اقدامي عندك امورك طيبه وهذول خبرات عاليه وبشهادات وناس مختصة وفاهمة الله يبارك فيك هانت شباب ما شاء الله يجينا من هو أكبر منك ترى أنا والله إيه والله وراضين ومبسوطين ويرجعون ويكررون وعندنا الزيارات طال عمرك ما بغوا يجونا جيناهم حتى تجونهم عندنا الزيارات عندك يا طول العمر 7 فروع حلو 6 منها عندك هنا في الرياض إيه 3 رجالي و3 نسائي حتى بدري يا صديق شوي شوي يا صديق يا صديق خف علينا الله يجزاك الجنه عندك الابهر عندك اي والله ها عندك والله عندك الابهر ايوه ترى ضغط على عصبك انا شوف سبحان الله كيف الارتباط لانها سبحان الله عضله تشد شدت العضله شد معها العصب المسؤول العصب هذا نقطته العصبيه تحت باطن القدم لا طبعا تسالني تقول هل يعالج هذا الشيء لا هذا يساعدك بشكل كبير جدا على الاستشفاء ومستحيل من اول مره ايوه هذه لازم تكرار لازم تكرار ولازم استمراريه رقبه هذا لا اله اذري اذري رايح فيها والله انك رايح فيها هذه صدق هذه رايح فيها رايح فيها هذه الساعه المبروكه اللي جابونا والله ايش كانك تتالم ولا هذا راس يا ابن حلال هذا الراس اودعنا مرفوع الهامه سعوديه انا اشهد مخ عاد ما ادري كان فاضي فيه موجود مخ موجود في مخ مشينا فيه ها كيف مركز اقدامي عرف معك مخ والله ان ما شاء الله تبارك خليني يقول ما فيه مخ ينسد اقدامي ينسد اقدامي يقول فيه مخ طيب صلى على محمد لا اله الا الله انا ودي تعلمني انا اللي تقدرونه انا اعجبني بشرب الله بس شوف ترى مركز اقدامي هذا عين عين ظهر انه واحد من الجماعه عارفه لا لا مو العين ولا الحسد عيونك فيها شيء اي هو كيف النظر معك؟ امي لك عليه؟ اي والله اقول لك ظني ان الولدين ذولا لهم سبب يعني في تعبك اخذ منهم انا شايف ان الوضح ما يبغى لهم حتى هم ترى والله يبغى لهم يركز له برضو على المخ والله انا عندهم والله جيبهم والله اي والله اي والله جيبهم ظهرنا براحة انا اصبر اصبر صل على محمد بقول لك مركز اقدامي ترى مو بس تدريك اسلم مو بس تدريك ولا بس تدريك جسم احيانا يكون عندك ابهار عرق النساء الم اسفل الظهر رقبه لا عندك حمام مغربي عندك عنايه بالوجه عندك عنايه بالشعر عندك عنايه باظافر اليد والقدم انتو عندك السكر عندك السكر ما هو بيخف عليك هذا شغله ما شاء الله انا ودي انك تجرب والله حقين السكر يستفيدون منه عندك عناية أظافر القدم مو أي أحد يسويها ترى أسلم. ليش؟ لأن حق السكر لا سمح الله الجرح فيه ما يجبر إيه؟ وصعب ويسبب لا قدر الله غرينا صعب أن أحد يتعامل معه نعم. حلو؟ لذلك يجونا شيبان اللهم لك الحمد وهم متطمنين بعد الله لأن اللي موجودين الحمد لله محترفين حلو؟ محن شهايد إيه شهادات ومختصين وناس محترفة عندك برضه الظفر الغاير هذا كثير يشتكون منه قد سمعت عنه اسمع به ولكن هذا يجي الله يكرمك اللي يلبسون الله يكرمك البسطار او الجزم الضيقه من قدام سواء رجال او نساء يجيهم الظفر الغاير يلف كذا ويدخل في الجلد مؤلم مؤذي شعوره سيء
برضه يتعاملوا معه باحترافيه. ايش اوقف لك ذا؟ هذا 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 شادني منه وهذا يضربنا منه. ما عليه اسلم، بتتهلم ذا الحين وبتطلع باذن الله على وعده. لا اله الا الله، على رجل واحده باذن الله. لا اله الا الله. ايوه هو هذا صدر صدر نفس صدر. ها صدر ونفس. خذ نفس اشيك. لا الله. شوف ترى ترى يا والد بعضهم اللي ما جرب ترى ترى يتعجب ويقول لا لا هذا ما هو، هذا اي كلام. والله انا ودي انك تحس اللي انا احسه، ترى هذا شيء فعلي، وكل ما حسيت بالم سبحان الله عندك فيه مشكله. عرفت؟ لا اله، انها نقطه عصبيه شاده من هنا الى باطن القدم. سبحان الله. اي والله، فهذا اللي بيصير هناك شيئين قلت لك، بينشط لك الدوره الدمويه كامل الجسم، ثم بيسوي لك فوكس على الجهه وتركيز على الشيء اللي انت تعاني منه اللي في العالم. نفس الشيء بيحفز لك الجهاز العصبي كامل الجسم بشكل عام، ثم بيركز لك يا طول العمر على الشيء اللي انت تعاني منه. لا بتتعالج؟ اقول لك لا، ما نقدر نقول لك هذا مو علاجي، بس هذا من ضمن الاسباب اللي الله سخرها لنا. نعم. ايه وباحترافيه عاليه، فانت تجي وانت مطمن ان شاء الله. هذا شيء مساعد اكيد. عرفت؟ وكثير والله، لو اجلس اسولف معك يا والد. لا والله كلامك انا لا 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 والله ما نخلص يعني القصص، والناس اللي الحمد لله استفادت، والناس اللي اللهم الحمد مبسوطه الحمد لله. المركز له اكثر من 10 سنوات ترى، وترى الاول في مركز في المملكه اللي مختص في الريفلكسولوجي، وزيدك هذا الاعلى تقييما في المملكه. هي ناس ناس ما جابها كذا. طيب هو هل هو ينفع اللي لا قدر الله جاء عليه حادث، جاء عنده احيانا الام في الظهر؟ اللي 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 طول العمر جاء عليه حادث هذا الله يحفظنا ويشفيهم يا رب، ياخذ العلاج الطبيعي تقويه، ثم ما بعد العلاج الطبيعي يجي جلسات اللي هي يسمونها الاستشفاء. الاستشفاء إيه، لانه بيصير ايش الـ تحريك ضعف إيه، ضعف في العضله ضعف في الاعصاب حول المنطقه هذه المصابه. المدلك مع شده الضغط هذه يسوي لها زي الاسترتش، عرفت؟ فكها غصبي فكها إيه، عرفت؟ ينشط فيها الدوره الدمويه. عندك برضه الرياضيين، الرياضيين يستفيدون بشكل كبير جدا. عندك يا طول العمر امهاتنا ونساء الله يكتب اجرهم واقفين في البيت، واللي تكنس واللي تشتغل مع الاولاد وتحاول، هذه كلها ترى مرهقه لهم، يستفيدون بشكل كبير جدا، هم فقط ترى الرجال، عرفت؟ فباذن الله الفائده انا زي ما قلت لك جميع فئات المجتمع، الصغار والكبار الحريم والرجال، عرفت؟ لا. انا قلت لك المركز اقدامي ترى ما هو بس والله اقول لك اسوق يا ولد، انا دائما اقدامي انا اشوفها والله احتياج لكل فرد ولكل شخص. انا لا ولا بيصدق كلامي الشخص حتى ياخذ التجربه ويجلس على هذا الكرسي، لان هذا ترى ما هو مجرد مساج، ما هو مجرد مساج، هذا راح هذا يضغط باحترافيه، ويعرف كيف يمشي مع العضل، يعرف كيف يمشي على العصب. انا اشوف والله ندم تقول بدا يتحرك بعد يضغط ضغط، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله عليه، ما شاء الله تبارك الرحمن، علم فيه وجع. إيه؟ والله فيه وجع يا ولدي. لا 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 ما لكن عليك. لكن قل معي قل معي لا اله الا الله، قل معي مع مركز اقدامي بنسى جميع الامي، مع مركز اقدامي بنسى جميع الامي. ايوه احسنت، كررها ثلاث مرات ان شاء الله وتقول ما عندك اي مشكله. مع مركز اقدامي ايوه بنسى جميع الامي. الله يعزك، والله ينسيك اياها ويبعدك عنها يا رب. لا صح صح. ثلاث مرات كل يوم باذن الله، باذن الله تقولها وان شاء الله. قبل المساج وبعد، قبل المساج وبعد، قبل الطعام ولا لا؟ يلا انك تنجح تنجح. انا فتحت بديت اضحك، انت تشوف كنت كذا قبل؟ لا والله كنت نفسيه اول ما قلت ما شاء الله تبارك الله، الدم مش وصل المخ غصب، ما شاء الله غصب يمشي. شفت الالم اللي تحس به؟ ايه هذه الفائده. هو ترى ترى لو سويت لك مساج عادي بخفه كذا ترى بتستمتع، انها ريلاكس، عرفت؟ لكن مو هذا اللي ينفعك، بتستمتع غير انك تنتفع، عرفت؟ لا هو يضغط على العصب، عرفت؟ يضغط بشده عاليه، فالالم اللي تحسه ان شاء الله. يقولون الاولين العلاج مر، لذلك الالم هذا اللي فيه العلاج. ابشر سعد باذن الله، باذن الله ما تشوف شيء. لا اله الا الله. طيب خلك يا طول العمر، احنا بندش مركز اقدامي لانه افتتح ذا اليوم في الله يبارك فيك. ايه الله يبارك فيك، خلك خلك خذ راحتك. الله يبارك لك. ابغاك زي ما قلت بندشن يا طول العمر، ثم اشوفك على دجل وحده تلف في القريه لف، فيه لعب، تم فيه لعب وفيه علوم باذن الله تسرك. عن اذنك عن اذنك، خذ راحتك، خذ راحتك. يلا حيهم. هلا هلا والله مرحبا، تعالوا هنا بس.